صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نيجي بقى لصلاة التهجد. صلاة التهجد يا جماعة عشان نبسطها برضه، هي صلاة الليل، حيث قال الحق: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شوف التهجد هو القيام بالليل وقت السحر. ما هو مستهدي عليك ان انت تقوم وتنزع اللحاف من فوقك وتفارق الاهل والاحبه عشان تقوم تصلي، فربنا مش هيتركك كده ابدا. بها النفحات، بها الخطوات، بها التجليات الربانيه من عند الله سبحانه وتعالى. بسبب ان انت تركت الناس وتركت الاهل والاحباب وقمت، لان كده انت ما تنام كده. بيقول النبي عليه الصلاه والسلام: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة. عندما تبدأ تقول الخلاص بتاعك يجي الشيطان يجي على قولك كده ويقعد ثلاثة يؤكد. يقول لك ايه تقول ليه؟ عليك ليل طويل فارقد. عليك ليل طويل فارقد. يقوم يحدد لك النوم عشان ما تقوم. فإذا ما قمت يا ابن آدم انحلت حكمك. فإذا ما قمت وتوضأ انحلت الثانية. فإذا ما قمت وصليت، ويقصد بالصلاة هنا صلاة التهجد أو صلاة الفجر، انحلت الثالثة وأصبحت طيبا طاهر النفس طوال يومك. بكده يبقى التهجد بيعقب بعد النوم عكس صلاة القيام والتراويح. التهجد يبقى بعد قيام من نوم، وان تتهجد وان تصلي لله ركعات في الليل والناس نيام، لان الله سبحانه وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في كل ليله يقول: يا باغي الخير ابشر، ويا باغي الشر اقصر، هل من داع فاستجيب له دعاءه؟ هل من مبتلى فاعافيه؟ هل من مسترزق فارزقه؟ هل من كذا هل من كذا حتى مطلع الفجر. نفحات رمضان فيوضات وتجليات مقضى عبادي على عباده من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابتهلوا إخوة الإسلام في هذه الأيام المتبقية من شهر الصيام، ابتهلوا بالطاعة والإنفاق في سبيل الله، ابتهلوا في كل ما يرضي قيوم السماوات والأرض، تفوزوا وتسعدوا بجنة ورضوان من الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.